نرى بعض الدعاة اللي هما شيخنا وجب عليهم أن يكونوا في الصفوف الأولى لدعم القضية الفلسطينية، دعمها أقل شيء يعني شيخنا معنويا، لكن بالمقابل نجدهم يعني بعض الدعاة المشهورين ربما يثبطون من قيم هذه القضية الفلسطينية، ويعتبرونها ليست من أولويات المسلمين لزاما الدفاع عنها. كيف تجيب هذه الفئة شيخنا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أستاذ رضوان، أنت قلت دعاة مشهورين، وأنا أقول هذه شهرتهم، شهرتهم جاءت من هذا الظهور، لما ترى بعض المشايخ ثقة في أنفسهم يتكلمون بملء أفواههم، ثم تجد أحدهم يرى في صورة ومع أخيه ولا ينبهه ولا يعظه ولا يخزه، وهو يقول بأن الإنسان يسأل عند الله في قبره ويعذب في قبره إذا لم يتنزه من بوله، لكن لا يسأل عن القضية الفلسطينية، يقولها بهذه الكلمة. وهؤلاء الذين يتكلمون عن القضية الفلسطينية وعن الجهاد وعن المقاومة، والله يقول، والله لو سألتهم عن التنزه من بول والله لا يعرفون. فأنا أقول لك بناء على جهلك بأحكام الشرع، أنت تدعي علم الغيب، ما الذي أطلعك على الغيب وأنهم والله، وتقولها بملء فمك، والله لا يعرفون هذا المسألة؟ من الذي قال لك؟ وأنهم إذا لقوا الله عز وجل لا يسألهم لماذا لم يعيشوا بأحاسيسهم، مشاعرهم، بأقوالهم، بمواقفهم مع القضية الفلسطينية أو بكل ما يقدرون على إيصاله، لا يحاسبهم ولا يسألهم الله عز وجل، ويسألهم إذا تنزهوا من البول. فأنا أقول لك بناء على جهلك بأحكام الشرع، أنت تتطاول على الله عز وجل وتتألى عليه وتدعي أنك تعلم أنهم يجهلون. لكن أقول لك إذا كان لك عقل أو كان قد سبق في ذهنك أن تعلمت بعض الشر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إلى مكة وهو في المدينة، يشتاق إلى الكعبة، لم يرها 8 سنوات، فلما فتحت في السنة 8 وقد رأها قبل ذلك بعام، نظر إليها وكله أشواق، قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. فإذا كان واحد مسلم حرمته أعظم من الكعبة مش من البول، وش رأيك في 50,000 رهم الآن ماشي قتلوا، شردوا وقطعوا أشلاء ودماء تسيل هكذا في الطرقات؟ ماذا إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره إلا أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ هل ورد مثل هذا الوعيد في البول؟ ونحن نقول نعم، هذا من السنة، والأحاديث في هذا المجال كثيرة. أيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع إلا برئت منهم ذمة الله، وهؤلاء جوعى وعطشى والدواء والكساء وغير ذلك كلهم ينقصهم. ما رأيك؟ هذه أحاديث من السنة كالحديث الذي سقته، ولا لا لا، ولا كأنك تقول يا رسول الله لماذا قلت هذا الكلام؟ ذوك يبدأ ويشوش علينا بهذه الأحاديث على طاعة ولي الأمر. أيمكن أن تقول هذا؟ أم يمكن أن تكون كالجرأة وتراجع نفسك وفعلا أن المسألة مسألة خطيرة جدا، وأنها أعظم لو كانت واحد بال50,000 واحد أعظم من الكعبة؟ كيف إذا كانوا 50,000 من القتلى والجرحى أكثر من ذلك وغيره؟